السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الزون. الزون عبارة عن إيه؟ عن مجموعة من السبيس بينهم خصائص مشتركة، تمام؟ يعني ممكن يكونوا بياخدوا من مكنة واحدة مثلا، أو كلهم مثلا السبيس الثلاثة الأربعة اللي احنا هنختارهم دول عبارة عن أوفيس مثلا، أو عبارة عن غرف نوم، فليهم حسابات مشتركة، فأنا عايز أحطهم في زون، تمام. فدلوقتي انا هاجي هنا اقول له انا عايز الغي كروب فيو بحيث ان انا ابدا اشوف الشغل كله. هقول له انا عايز اضيف سبيس. ممكن تبدا تشوف ايه الغرفه اللي ما فيهاش سبيس وتبدا تضيف، او ممكن تقول له اوتوماتيك بليس سبيس اوتوماتيك، فهو لو في اي غرفه ما فيهاش سبيس بيبدا يضيفها. هو السبيس هي عباره عن غرفه، تمام. بس لو انت عملت سيلكت على الروم بتلاقي ان الروم بيديك معلومات بسيطه جدا، يعني المساحه، طول، عرض، حاجات، اسم الغرفه. انما السبيس بيبدا يديني حسابات اكتر، تمام. هي نفس المساحه ونفس كل حاجه، بس هو بيديني حسابات خاصه بالالكتريكال، بالدايمنشن، بالميكانيكال، بالانرجي اناليسيز، كل الحاجات دي. فانا دلوقتي عايز ابدا اشوف بعض الغرف، وليكن دول مثلا عايز احطهم في زون لوحدها. فهقول له زون، وابدا اضيف السبيس مثلا ديت، والسبيس دي، والسبيس دي، والسبيس دي، والسبيس دي، دول كلهم بقوا زونه لوحديهم. لو عايز الغي حاجه بقول له ريموف سبيس، تمام. لاحظ هنا الزونه دي ملهاش اي حسابات خالص. اقول له فينش اديتنج زون، تمام. عايز اعمل سيلكت على الزون، هتلاقيها صعبه شويه. طيب هخش في بي، تمام. هتدور على الزون، مش هتلاقي زون خالص، تمام. انت معلم على كله؟ اه. طيب هي موجوده اسمها اتش باك زون، تمام. ده لخبط ناس كتير. تعلم على ديت، تمام. وتيجي هنا تقول له لو انت عايز تظهر الريفرنس لاين بتاعتك، هتقول له اوكي، هيبدا يظهر بالشكل دوت، تمام. ده الاتش باك زون، بس هنا مفيش اي حسابات خالص ومفيش اي حاجه، تمام. فانت ممكن تيجي اديت زون لو عايز تعدل. هنا السيرفيس تايب تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا النوع السيرفيس تايب، هنا ممكن تخليها بيلدينج، ممكن تخليها اي في في مثلا، تخليها فان كويل سيستم، تقدر الكويل باي باس تدي له نسبه، الكولينج انفورميشن تبدا تدخل المعلومات ديت، تمام. بس برضو كل ده مش هيعمل لك اي حسابات ولا هيعمل اي تعديل. عشان تعمل حسابات هتيجي هنا تقول له هيتنج اند كولينج لود، وتبدا تحط الخصائص بتاعت البيلدنج تايب واللوكيشن والجراند بلان، تقدر تختارهم كلهم، تمام. وبعد كده تقول له كالكوليت، هو بقى هيبدا يعمل الحسابات بتاعته، ويبدا يطلع لي جدول، وهيبدا يحسب ويبدا يدخل المعلومات في الزون. الناس كتير بتستخدم برنامج الريفت، واحد برامج البيم في النمذجه. لا، انت ممكن تعمل حسابات برضو موجوده عليه، وتقدر تعمل اكسبورت المعلومات ديت وتستوردها من اي برنامج اخر. يعني هو بيصدر في هيئه جي بي اكس ام ال، تقدر تفتحه على اي برنامج من برامج الحسابات زي الهاب مثلا، وتاخد المعلومات دي بدل ما تدخلها مانيوال. هنا الجنرال دي معلومات عن المبنى كله الغالب، يعني ممكن يكون 90% من المبنى مثلا غرفه فندقيه، خلاص يبقى غرفه فندقيه. الديتيل بقى بتبدا تعمل كل غرفه تدخلها معلومات سبيشال، وممكن كل زون تدخلها معلومات خاصه بيها. هو بيبدا يحسب اهوت، وكل هيجيب لي معلومات بالتفصيليه، تمام. هتلاقي الزون اهيت بدا يجيب لي المعلومات بتاعتها، الاريا، الفوليوم، الكولينج، الحسابات بتاعته، تمام. الكومبوننت، كل الكومبوننت الموجوده فيها بيجيب لي المعلومات بتاعتها، تمام. طيب لو دوست كنترول تاب ورجعت واخترت الزون بتاعتي ثاني، هتلاقي ان هو بدا حسب لي كل المعلومات اللي انا عايزها، الجروس اريا، الكيوبيت فوليوم، الجروس فوليوم، وكل الكالكوليتد هيتنج لود، كالكوليتد هيتنج لود بير اريا، كل دول بدا يحسبهم لي ويطلع المعلومات صحيحه. وتقدر تدخل هنا اول ما تعدل اي رقم تقول له مثلا احسب لي كذا، يبدا يحسب لك، ولو في اي اختلاف يبدا يجيب لي المعلومات الجديده. فده انا كده بستخدم الريفت كبرنامج حسابات، واقدر اطلع منه معلومات موثوق فيها.